هنا اشنو اللي عندنا؟ عندنا واحد الترصانه اللي جات، هي ترصانه ديال القوانين الدوليه صدقنا عليها كلها وصدقنا عليها حنا ونشرناها في الجريده الرسميه، وجاء الدستور ديال 2011 وتيقول بان جميع المواثيق الدوليه والاتفاقات الدوليه صادق عليها المغرب تبارك الخلل وملزم بتطبيقها. فين هو الخلل ما بين المصادقه والتفعيل اذا كان خلل؟ هذا هو المشكل. دابا احنا عندنا، انا اللي كنقول احنا عندنا زخم ديال القوانين الدوليه صدقنا عليها ونشرناها في جرائد رسميه واصبحت تترجح على القانون الوطني، وعندنا دستور اللي هو قانون اسمى وجاب وكرس هذه الحقوق كل اللي كاينه في المواثيق الدوليه وفي الاتفاقات، وعندنا حتى مدونات الاسره. المشكل في التفعيل، علاش التفعيل؟ دابا خدينا قوانين اللي نقدر نقول لك يعني التكلفه ديالها، التكلفه ديالها والتنزيل ديالها على ارض الواقع يعني كبير، يعني بحال يعني التربه ديال البلاد ديالنا ما استوعباتش هذيك الحداثه وهذيك يعني التقدم ديال ديك التشريعات اللي حنا مثلا التشريع الدولي الاتفاقات الدوليه. انا كيبان لي بعض المرات كنوقعوا غير باش نعطيو واحد الواجهه دوليه اننا كنحترموا حقوق الانسان وحنا صادقنا ونشرنا. هنا كذلك كنديروا قوانين وملي كنجيو للتنزيل كنلقاو مشكل كبير. نسمعوا السي العدناني الى عندي شي جواب على هذه النقطه ما بين يعني الازدواجيه ما بين المصادقه على الاتفاقيات والقوانين وهذا والتفعيل ديالها على ارض الواقع. نعم. اولا قبل ما نجاوبك على هذا السؤال السي جامع الحسن، في اطار يعني التفاعل مع الروبورتاج تيبان بان هناك يعني القضايا اللي تم يعني الاشاره اليها او التركيز عليها هي كانت مرتبطه بمجموعه من العوامل. اولا هناك المساله اللي ركزوا عليها مجموعه من المتدخلين، حده العنف، بمعنى ان حده العنف هي التي تجعل يعني من وسائل الاعلام من الفاعلين انهم تركزوا على واحد القضيه دون اخرى. ايضا العنف الجنسي، هذه يعني مساله مهمه لان المجتمع المغربي هو مجتمع اللي تيرفض هذه الاشكال تاع العنف وتتجند لها وتتعبأ منها. وهناك ايضا استعمال لبعض القضايا، وحنا نتفهموا هذه المساله. هناك المناصره اللي تتكون يعني اللي تستخدمها واحد العدد نتاع يعني الفاعلين ولا الجمعيات ولا سواء من اجل التعريف بواحد القضيه واعطائها الاولويه او من اجل يعني اخراج قانون معين او من اجل او من اجل. وهناك المساله المهمه اللي وقفنا عليها في الروبورتاج، وهنا ان هناك وعي متزايد بدور الاعلام في التعريف بجميع قضايا العنف ضد الاطفال من اجل خلق تعبئه مجتمعيه، لان هذا هو ما نحتاج اليه لمواجهه هذه السلوكيات المجتمعيه الشاذه. فيما يتعلق بالسؤال اللي طرحته السي جامع بو حسن، هناك يعني في المغرب الحمد لله هناك رؤيه واضحه. بطبيعه الحال هناك يعني تقدم ملموس على مستوى الترسانة القانونية وتقدم قوي وانخراط قوي وملائمة للنصوص القانونية. كانت عندنا خطة العمل الوطنية للطفولة 2005-2015 تتشكل إطار مرجعي للعمل في المجال تاع الطفولة على مستوى جميع الحقوق، سواء الحق في الصحة، الحق في التربية، الحق في الحماية أو الحق في المشاركة وغير ذلك. تقييم المرحلي لخطة العمل الوطنية بين هذا يعني بين الجوانب الايجابيه وبين النواقص، ويعني بكل موضوعيه وبكل جرأه جميع الفاعلين، جميع الفاعلين شاركوا في هذا التقييم هذا. ونفس الوقت هذا التقييم هو اللي وصّى وقال بان المرحله الثانيه لابد وان تكون فيها الاولويه للحمايه، بمعنى ان المغرب لابد له وان يكثف جهوده في مجال الحمايه. من هذا المنطلق جاء إعداد مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة لبناء هذه المنظومة. هذا المشروع ماشي نتاع وزارة التضامن، هذا المشروع نتاع جميع الفاعلين، لأن المقاربة والاستشارة كانت واسعة. القطاعات الحكومية، الجمعيات في أكثر من محطة شاركت في هذا المشروع. الفاعلين الاقتصاديين، القطاع الخاص، ايضا الاطفال انفسهم، اكثر من 800 طفل شارك في هذا المشروع، وبالتالي اكثر من 700 فاعل على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي، وبالتالي فان هذا المشروع هو مشروع مشترك بيننا جميعا، وهو مشروع اذا سمحتي جمله فقط، وهو مشروع اللي منخرط فيه الجميع من اجل اولويات محدده ومضبوطه ومبني على تقييم اللي بينا فيه
النواقص والمشاكل اللي تتبين يعني الفعاليه نتاع على مستوى النصوص القانونيه، اللي ايضا الفعاليه والجوده على مستوى الخدمات، على مستوى المؤسسات، على مستوى الموارد البشريه، اللي ايضا تتبين المنظومه الواضحه والمندمجه والادوار الواضحه بين جميع المتدخلين والمسؤوليات على مستوى تقديم الخدمات، واللي تتركز على المساله اللي تناقشوها الان واللي تتعلق ايضا بواحد المنظومه نتاع القيم وواحد المنظومه نتاع المعايير الاجتماعيه اللي تتحمي الاطفال، وايضا على كل المجالات المتعلقه بالحكمه بالتتبع بالتقييم بالمحاسبه وغير ذلك. وهذا المشروع هو نتاج مشترك، نتاج نتاع جميع الفاعلين والشراكه، باش لابد انني نركز على واحد النقطه مهمه، وهي ان الشراكه ما بين المؤسسات العموميه، ما بين وزاره التضامن المراه والاسره والتنميه الاجتماعيه، وما بين الجمعيات، هي شراكه مبنيه على ارقام، على معطيات، هي ليست شعار. الجمعيات هي شريك استراتيجي في جميع المشاريع نتاع الوزاره، وكاين مسطره واضحه، ويمكننا اننا نقدموا ارقام في هذا الخصوص. خلينا نشوفوا غير وجهه نظر السيده انوار، لان وبالتالي المغرب، لان كل حاجه خصنا نعطيوها حقها. المغرب قطع اشواط مهمه في الشراكه مع الجمعيه. السيده عنايه، في هذه النقطه ربما كاين تناقض ما بين ما تقوله هنا وما تقوله السيده نجاة انوار في الاشراك والمشاركه. ولا السيده عنايه كيقول لك بانه ما عندناش يعني التخبط، عندنا رؤيه واضحه للامر مبنيه يعني على دراسات وعلى يعني اراء يعني الاطراف كلها، وبانه كانت فيها مشاركه للجميع. الى تنهضروا على الخطه الوطنيه ديال 2005 2015، ايه احنا شاركنا فيها فعلا، ولكن احنا هذه الخطه هذه اللي احنا شاركنا فيها واشتغلنا في الورشات ديالها ودلينا بالراي ديالنا كمجتمع مدني، هذاك التقييم اللي كيدوي عليه السي العدناني واللي مولاته اليونيسف باموال باهظه وباهظه جدا، هذا التقييم اللي السي العدناني هو بنفسه شرف عليه، والحمد لله اللي كاين هنايا باش نهضروا على هذا التقييم هذا. اذا هذا التقييم هذا احنا ما شفناهش كمجتمع مدني. اولا سؤالي، علاش احنا ما شفناهش؟ علاش احنا ما نشوفوش النتائج اللي خرج بها التقييم؟ التقييم اللي كان دار في زوان علاش ما نشوفوش؟ الا كنا شاركنا في شي حاجه خصنا نعرفوا باش خرجت. هما تيقولوا في الوزاره بانه خرجت، بانه خصها تكون ما كايناش الحمايه، كاينه سياسه مندمجه، وحنا في العلم ديالنا بان التقييم خرج بانه كاين مشاكل في التعليم، والدليل على ذلك الخطاب الملكي للنهوض بوضعيه التعليم. اذا التقييم ما جابش غير الحمايه بوحدها، ولو انه كان ذاك لو بلون ديورجونس كاينه مشاكل في التعليم، واليوم كاينه واحد النهوض اللي حنا كنلاحظوه، كاينه كذلك مشاكل في الصحه، كاين مشاكل، ولكن الا كاينه مشاكل في التعليم كاينه مشاكل في الحمايه وكاين مشاكل في المشاركه. الا كاين مشاكل في التعليم مثلا، غادي نقولوا حنا واحد الطفل اعتدي عليه من طرف واحد المعلم، على الاقل عندك واحد النيابه ديال التعليم اللي يمكن لك تمشي تشتكي لها. إلا كاين مثلا مشاكل في الصحة، واحد الطفل غلطوا له في الختانة أو وقع عليه اعتداء جنسي، كاين المستشفى وكاين المندوب ديال الصحة في أي مدينة. ولكن ملي كنهضروا على الحماية، واش كاينة عندنا شي مندوبية ديال الحماية أو شي وزارة ديال الحماية؟ حنا مثلا اللي كنتلقاو الحالات ديال الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ملي كيجيو عندنا حنا كيجيو عندنا في تينغير وفي جرادة، واش كاين شي مندوبية اللي كنمشيو لها حنايا اللي هي تابعة للوزارة؟ كاين مخاطب. واش كاين شي مخاطب؟ اذا هنا فين خصنا، لا بغينا التغيير راه هنا فين خصنا نفكروا. واش كاين المشاركه ملي كنبغيو نشاركوا الاطفال؟ واش كاين شي 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 مؤسسه وصيه على المشاركه باش اننا نشاركوا الاطفال في المخيمات، نشاركوا الاطفال في الاخذ يعني بالاراء ديالهم وكل هذا الشيء هذا؟ اذا ما كاينش التقييم. بغينا نشوفوه، بغينا نشوفوا هذا التقييم اللي هما تيدويو عليه وتيقول لك وحنا فعلا شاركنا فيه. الا كنا حنا كمجتمع مدني كنجيو وكنتنقلوا وكنشاركوا، يعني كنتنقلوا حنا ماشي مسؤولين على هذا الشيء هذا، حنا مجتمع مدني، حنا متطوعين، وفي الاخر ما نشوفوا حتى شي حاجه ونبداو نسمعوا بانه هذا التقييم هذا راه خرج بالحمايه، هذا التقييم هذا راه نجات عنه خصها تكون سياسه مندمجه. واخا هذه السياسه المندمجه كانت واحد الخطه اللي هي البان، الخطه الوطنيه 2005 2015، والتقييم اللي دار في المرحله الاولى ما بين 2005 2010، واخا ومن 2010 2015 حنا كنحسوا بان ذاك الخطه وقفات، وبان اليوم كنهضروا على سياسه مندمجه. السيده الوزيره بسيمه الحقاوي وضعت 2012 قالت بان خصها تكون سياسه مندمجه، 2014 حنا مازال ما شفنا والو، فين هي السياسه المندمجه؟
2015 ربما هذه السياسه المندمجه غادي تخرج، واش غتكون عندها الميزانيه ولا ما غتكونش؟ 2016 ربما نقولوا حنا هذه السياسه المندمجه غتبدا تطبق في 2016، 2016 كاين انتخابات. غادي تجي وزاره، الا سمحت لي السي جمال الله يخليك، غادي تجي وزاره اخرى في 2016 وغادي نبداو من الاول وغادي يولي الطفل هو حق التجارب. السي العدناني اللي عنده شي تجربه شي جواب مقتضب على هذه النقطه هذه. هي مساله مهمه اننا يعني نذكروا الاشياء على الحقيقه نتاعها، واذا كانوا شي مشاكل حقيقيه نطرقوا لها تكون مشاكل حقيقيه. اولا التقييم النصف المرحلي خطة العمل الوطنية تم التوزيع والنشر نتاعو على نطاق واسع، وكان المؤتمر الوطني لحقوق الطفل كان الطبع نتاعو وكان التوزيع نتاعو على مختلف الفاعلين، وتوزع في مناسبات أخرى فوق ما تتكون لقاءات، هو موجود في الموقع نتاع الوزارة يعني بالنسخة الإلكترونية نتاعو، وماشي شي حاجة اللي مخبية. وبالنسبة لإثارة بعض الأسماء نتاع خبراء أو يعني هذه أمور، يعني هناك مؤسسات عمومية تستعين بخبرات بعض الأحيان وتستعمل تلك المنتوجات حسب ما تريده وحسب علاقتها مع الشركاء وحسب ما ننتظره من مخرجات. وبالتالي فإن التقييم النهائي لهذا سميتو لخطة العمل الوطنية قد تم نشره على نطاق واسع. خطة العمل الوطنية للطفولة هي خطة شاملة لجميع الحقوق. الآن نريد أن نعطي الأولوية للمجال المتعلق بالحماية. ليس هناك إلغاء لأي جانب من الجوانب. نعطي الأولوية في إطار خطة سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة للمسلسل الإعدادي نتاعها حظية يعني بتنويه من طرف منظمة اليونيسف، وباغية أنها يعني هي مستعدة لنشره على منطقة شمال إفريقيا وسميتو كان نموذج، ويعني وحتى الوقت اللي تنجز فيه كان وقت مهم جدا. الدول تياخذوا 4 أو 5 سنوات باش ينجوا بحال هذا يعني، وحنا اختارينا الطريقة الصعبة وهي فتح مشاورات مع جميع الفاعلين على المستوى المركزي على المستوى المحلي، القطاعات الحكومية، الجمعيات، القطاع الخاص، الأطفال. اختارينا أصعب طريقة لإعداد هذه الخطة باش تكون واحد المنتوج جماعي وتكون ثمرة يعني واحد المجهود جماعي، وأن جميع الفاعلين يلقاو نفسهم فيها. حاليا يعني الخطة يعني هي يعني تم تهيئة، وهي يعني الصيغة المسودة النهائية هي موجودة. وما ننساوش بأن اللجنة سميتو الوزارية الخاصة بالطفل عقدت اجتماعين حول هذه الخطة في يوليوز 2013 وفي يناير 2014، وتم مؤخرا في شهر يعني اكتوبر اخراج المرسوم يعني الترسيمي لهذه اللجنه باعتبارها من الاليات المهمه. والمساله الاخرى اللي هي مهمه هي يعني فاش تنهضروا على مساله مندوب للحمايه تابع للوزاره، اولا خصنا نعرفوا اختصاصات نتاع القطاعات والادوار نتاع القطاعات باش نطالبوها بالاشياء اللي مرتبطه باختصاصات نتاعها. وفاش تنجيو تنقولوا خطه العمل الوطنيه منتوج مشترك، بمعنى ان جميع الفاعلين قالوا خصنا واحد المخاطب، وبالتالي كان هذا هو المعنى نتاع جهاز حمائي مندمج ترابي على المستوى الترابي لحماية الطفولة، واللي غيجاوب على هذا. يعني هناك واحد المجموعة من الأمور اللي هي جد مهمة، وفقط غير باش نصحوا المجال نشوفوا السي العلوي تا هو ربما عنده شي تعقيب على هذه الأمور كلها اللي كنقول. لو هو يعني حتى لا يكون لا تكون الجلسة قسمة ضيزة، يجب أن نوزع لأنه لا يمكن. أنا كباحث في هذا المجال متخصص أريد أن أسهم في السؤال المطروح، كيف نجيب أو نحمي، يعني كيف نجيب على السؤال المطروح، كيف نحمي الأطفال من الاعتداء. أعتقد هذه المسألة هذه لا يمكن أن تكون يعني جلسة يعني جلسة التفكير. أولا تختار تكون جلسة التفكير وجلسة تنوير الرأي العام وتأليبه على ألا نتعبأ. يجب أن نتنظم، يجب أن ندرك مسؤوليتنا كأباء كأمهات كأساتذة كإعلاميين كباحثين كرجال سلطة. أقول عندما قلت في السابق
المسألة تتعلق بالتربية والتكوين خارج الصف الدراسي هي التي يقع فيها الاعتداء بشكل قوي، والاعتداء هناك قد يكون اعتداء رمزيا وقد يكون اعتداء ماديا. هذا يطلب من يتطلب منا ماذا؟ يتطلب منا أن نسهم في للإجابة عن ذلك السؤال الإشكالي، كيف نحمي، كيف نحمي. أنا أعتقد أن أنه من الصعب على الجمعيات بإمكانياتها البسيطة، وأنا منتوج للعمل الجمعوي، ويصعب على الوزارة التي نحملها ما لا طاقة لها به، ولها دور لحد الآن دور تحسيسي أن تقوم بهذه الحماية الواجب. كنت أتمنى في هذه الجلسة أن يكون ممثلا لوزارة الداخلية بكل أطرافها الأمنية، ويكون ممثلا لوزارة المالية والاقتصاد، وأن يكون الممثل لوزارة العدل ووزارة التربية الوطنية لكي نجيب عن هذا السؤال. هذا السؤال الخطير اللي تابعته أستاذ هو كاين مسؤولية الدولة. اعتذر، واش كاين مسؤولية الدولة ولا الدولة غير؟ اعتذر، الدولة ما عندها حتى شي مسؤولية خص غير الآباء. لا يا أخي، هناك مسؤولية الدولة. مسؤولية الدولة في السياسة العمومية يجب أن نعيد النظر في تعاملنا مع مسألة التربية والتكوين. ليست شأن دراسي، يجب أن نفتح المؤسسة لنعلم الفاعل الجمعوي والآب والأسرة. عندما تحدثت الأستاذة على المادة 54 من مدونة الأسرة، تلك المادة متناقضة مع قانون الضمان الاجتماعي ومع نظام التعويضات العائلية. يجب إلى بغينا نتحدثوا بالقانون ونبينوا التناقضات. المسألة أخرى، مسألة أخرى ديال الإعلام والتعبئة. أنا لا أقول بالتعبئة، التعبئة يجب أن تكون في وعينا اليومي. عندما أنا قلت على الطفل كيفاش يعني الاعتداء ديال الأب الرمزي كيفاش تم عليه، وكيفاش كيحسوا الأبناء، كيفاش كيمكننا نعطيهم شخصيتنا، نفرضوا عليهم شخصيتنا. إذن المسألة تتطلب مدارس، يجب أن تفتح المدارس، المدارس العمومية يجب أن تفتح لتكون مدارس الأمهات، مدارس الآباء، أن يكون جسر تربوي حقيقي بين المجتمع المدني والمدرسة والآباء عن طريق إعادة النظر. وهذا كنقولها للإخوان ديال التربية الوطنية ما كيبغيوش يسمعوا لنا، كنقولوا أنه لابد أن نعيد النظر في نظام جمعية الآباء لتكون مؤسسة تشكل ذلك الجسر مع الحي، مع حتى نستطيع أن ليس نحمي أطفالنا، أن ننمي أطفالنا. لأن مسألة نمو، إحنا أطفالنا وأبائنا، هذوك الآباء اللي كيمارسوا الجنس على الأطفال ديالهم، هذوك مجرمين في قوة بحكم القانون. أنا كباحث كنقول أنه هذاك عنده اضطراب في النمو دياله. يعني النمو إلا بغينا نشوفه هو نمو جسدي واضح، ولكن على المستوى النفسي، على المستوى المعرفي، على المستوى الاجتماعي، هو نمو مضطرب. هذه الأشياء يجب أن ننتبه إليها. لكن هل هذا يبرر فعلته؟ لا يبرر، ولكن نحن نتحدث عن الحاضر من أجل المستقبل حتى لا تبقى لنا هذه الظواهر. إذن يجب أن نستعرض الحقيقة لكي نستفيد منها، لأنه هذا دخلناه للحبس وخرج من الحبس، إيوا وشنو وقع؟ ها هو مشى تعتقل وخرج ودار اغتصاب ولا دار كذا وخرج من بعد، شنو وقع؟ هذاك الطفل المعتدى عليه ما كانت أستاذك أساتذة كاع كلهم لكي والناس للقانون نسألوا السؤال، ما كانت الطفل الضحية في القانون الجنائي المغربي؟ ما هي الحمايات التي أعد له؟ نجدها في قانون المسطرة الجنائية في واحد الجانب كيقول الأطفال ضحايا الجناح والجنايات، ولكن ما يحدد لهم أو ما ينظم لهم هو ذلك تلك الفصول الواردة في المادة 400
81 من قانون المسطره الجنائيه، ديك المؤسسات اللي كيحيل عليها الطفل صاحب السلوك الجانح يحيل عليها الطفل ضحيه الجنايه. هذاك الشيء ديال سميتو شو الاعتداء كيفاش كاين. القسم السابع من قانون المسطره الجنائيه يتحدث على الاطفال في وضعيه صعبه، وانا اعيش مع هاد الاطفال في الشارع كثيرا. هاد الأطفال في وضعية صعبة، تقول أنه ستتم حمايتهم إلى غاية 16 سنة. انتبه معي، إلى 16 سنة، هذه سن المراهقة. يغادر تلك المؤسسة التي كانت تحميهم. هذاك القانون ديال الأطفال المهملين، بالله عليك تنتهي عقد الكفالة في بلوغ طفل المكفول 18 سنة، وبعد ذلك شي واحد عندنا هنا جالس يمكن ولده وصل 18 سنة يقول له الله يسامح أنا كنشوف أطفال قال لهم انتهى عقد الكفالة والله يعاونكم. هذه أشياء الإعلام احنا عندنا الآن إعلام المسموع، الإعلام المرئي، الإعلام الإلكتروني، الإعلام المكتوب، رائع هذه الأشياء. ولكن هل المعهد العالي للصحافة، هل الجمعيات الصحفية، هل الفاعلين الصحفيين عمرهم تحدثوا عن الإعلام التربوي، الإعلام المربي؟ هذه القناة اللي جبتنا الله يجزيها بخير، واش يمكن لها تفتح لنا مجالات باش يمكن العديد من الباحثين والعديد من المربين يعطيوا ويوجهوا الآباء والأمهات والسلطة؟ البوليس تيخصو يتعلم يكون عنده نفس ديال التربية والتكوين، القايد تيخصو يكون، المقدم تيخصو يكون عنده هذا النفس. كل الناس الذين يؤثرون الإدارة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية لابد أن نمكنهم من أنفاس ومهارات التربية والتكوين. وماذا نعني بالتربية هنايا؟ ليس ذلك التنميط للمحافظة عن شيء معين. التربية يا أخي العزيز هي المفاتيح الأساسية لولوج المجتمع بقدرات متكاملة. هذا أعتقد ما يمكن لهاش تديروا لنا شي وزارة بوحدها، وما يمكن لهاش تديروا الدولة بوحدها، وما يمكن لهاش تديروا الجماعات المحلية بوحدها، ما المجتمع المدني مسكين ما يمكنش يدير حتى هو بوحدي هادشي. لكن باش يمكن الوصول لهاد الامور هذه لابد من اعاده النظر. حنا تيخصنا في الهيئه في السياسه العموميه عندما نقول هذا قطاع مسؤول عن التربيه والتكوين والتنميه الذاتيه، يجب ان توظف فيه جهود الشباب والرياضه، جهود التنمية الاجتماعية والتضامن الأسرة وكل الأشياء اللي تابعة لها، الجانب الأمني، كل الأشياء يمكن لنا باش يمكننا نصوبوا واحد القطاع قوي ماديا وبشريا وتنظيميا، وما يبقاوش كل واحد يخدم بوحده ويخدم ويغني على ليلاه ونقولوا في الاخر كنجيو نديروا الاستعراض. انا لا اقبل سيدي الجليل، انا جيت وكنشكرك على هذه الاستضافه، ولكن لا اريد الاستعراض، اريد ان اسهم مع زملائي ومعكم مع هذه القناه. هذا هدفنا جميعا استاذ. قبل ذلك استاذه فاطمه ياسين وردت واحد النقطه في الروبورتاج في تعامل الاعلام مع الظاهره، ظاهره الاعتداء على الاطفال، انه احيانا بعض الاعلاميين يعني كتكون هذه الماده والماده دسمه، يعني واحد النوع ديال الفرجه والصور ديال الاطفال في يعني على صفحات الجرائد ولا في الشاشه ولا في المواقع وغيرها، كتولي واحد الماده ديال خلق واحد النوع ديال الفرجويه اكثر منها انخراط في الجانب التحسيسي لمواجهه الظاهره. ما عرفتش واش كتشاطر هذه الفكره. انا لا اشاطر هذه الفكره، لان الدور الحقيقي ديال الاعلامي وهو نشر الوعي وتحسيس بثقافة حقوق الطفل، وأن الإعلامي دائما خاصه أنه يساهم في تكريس هاد القوانين والمساهمة في التحسيس والتوعية. وهاد الضجة كنرجع أنا أنها لاش كثر، وان الصحفي دائما بعض الصحفيين وما كنعممش كيكون عندهم الهاجس ديال السبق الصحفي، وهذا هو خطا. بالنسبه للاعتداء على الاعتداءات على الاطفال، انا كنت باغي نوجه واحد السؤال للاستاذ،
هو بغيت نعرف التقريرين الاخيرين اللي قدمتهم الاستاذه الوزيره نسيمه الحقاوي في جنيف امام اللجنه الامميه. بغينا نعرفوا واش هذا المجهود هاد التقريرين عكسوا المجهودات اللي بذلتهم اللي تبدلوا في هذا الجانب. سيدي علينا عندك شي جواب بشكل مقتضب على هذا السؤال؟ جاوبي على هذا ولا تفضل تفضلي على هذا. اولا هذه السنه سنه 2014 تميزت بفحص التقرير الشامل للمغرب الجامع للتقريرين الثالث والرابع بخصوص اتفاقيه حقوق الطفل، وايضا البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقيه حقوق الطفل بشان استغلال الاطفال والاستغلال الجنسي للاطفال وبيع الاطفال واستغلال الاطفال في المواد الاباحيه، وايضا البروتوكول المتعلق باشراك الاطفال في النزاعات المسلحه. وبالفعل وزاره التضامن الاسره والتنميه الاجتماعيه في شخص السيده الوزيره تراسات الوفد المغربي اللي كانت يعني اكثر من 12 قطاع حكومي، واللي في الحقيقه كان واحد التهيئ بحضور المندوب الوزاري ايضا المكلف بحقوق الانسان، وكان ايضا واحد التهيئ اللي كان مهم وشاركوا فيه جميع القطاعات الحكوميه المعنيه، وحظى بتنويه نتاع اللجنه نتاع حقوق الطفل، وكانت يعني كانت يعني تنويه بمختلف الجهود اللي تقوم بها القطاعات الحكوميه، وايضا مختلف الجهود اللي تقوم بها جميع الفاعلين على المستوى الوطني. وايضا هذه المحطه كانت فرصه اللي برز فيها المجتمع المدني المغربي ايضا الحضور نتاعو والفاعليه نتاعو والقوه نتاعو، وفي نفس الوقت ايضا كانت لنا فرصة باش نزكيو يعني كان مجموعة نتاع التقييمات قمنا بها، سواء التقييم المرحلي لخطة العمل الوطنية أو أيضا بالنسبة للتشخيص المشترك اللي كان في إطار إعداد السياسة العمومية، وكان هذا الفحص نتاع التقارير أيضا مناسبة. داكشي باش قلت في البدو الحمد لله احنا عندنا رؤية واضحة في هذا الجانب. بالنسبة لما جاء على لسان الأستاذ أن تقول أن هناك تنسيق ما بين القطاعات العمومية القطاعات الحكومية والجهات المهتمة بقضايا الطفولة أو الشؤون الاجتماعية، احنا من خلال التداول اليومي والحديث مع بعض فعاليات المجتمع المدني كان دائما إخبار بأن هناك غياب تنسيق بين هذه القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع بين القطاعات والمجتمع المدني والقطاعات بينها، حيت ما يمكنش الفاعل المدني يشوف شنو كاين القطاعات بينها الحكوميه وعاد حتى المجتمع المدني، كاين بعض الجمعيات كتحس بتهميش والاقصاء ما كيتمش الاستدعاء ديالها، تيقول لك ان هناك ما كايناش واحد الاستراتيجيه واضحه، وحتى ان هناك ما كايناش واحد الاليات كتلائم لنا الوقايه والتكفل بالضحايا ديال الاعتداءات الجنسيه. كاينه نقطه اخرى اللي شرحها الدكتور وهي فيما يتعلق بان الشخص اللي كيعتدي على مثلا الابن ديالو او احد من الاصول او الفروع انه تيكون شخص مريض عنده اضطرابات نفسيه او هرمونيه. انا السؤال اللي سنطرح هو ما هو واش عندهم مثلا كيشاطوا الراي ديال عمليه اخصاء مثل هاد الاشخاص اللي هي معمول بها في فرنسا وفي امريكا اللي كتستمر مده. هذه الزميله فاطمه ياسين غتجر المحور الاخير اللي غندخلوا الان ديال الحلول، ولكن قبل ذلك واحد السؤال السيده انجد انوار، واحد الفكره وجدت غنجي لك السي احسن يعني من بعد فكره وجدت في الروبورتاج افادوا ان هناك بعض الفاعلين المدنيين اللي يستغلون بعض الحالات لتصفيه حسابات اخرى اللي ماشي دائما مرتبطه يعني بالموضوع فيها ما هو سياسي وكيسكتوا على ظواهر اخرى. واش الفاعلين المدنيين يعني المجتمع المدني؟ المجتمع المدني احنا بالنسبه لنا دائما ملي تحددت قبيله على الاشتغال الموسمي ديال المتدخلين في حق الطفوله، احنا بعدا كمجتمع مدني نشتغلوا يوميا كنستقبلوا الحالات كنحاولوا نساعدوهم كنحاولوا نوجهوهم لنا يعني مكاتب كنساعدوهم على قدر المستطاع. هذا يعني على انه انخراط يومي والمناضلين ديال منظمه متقش ولدي مشكورين عبر جميع انحاء المملكه. بالنسبه الى سمحتي لي سي جامع قبل ما نجاوبك لان الاخت فاطمه شرط على الاقصاء ديال المجتمع المدني او تهميش المجتمع المدني، ماشي كيف ما جاء في الدستور الجديد اشراك المجتمع المدني، بل اكثر من ذلك السي العدناني وصلنا للتكذيب في هذا البلاطو. حنا كمنظمه ما تقيش ولدي والتقييم اللي دويت عليه ديال الخطه الوطنيه
ديال 2005-2010. علاش قلت له شرفتي عليه؟ لأنه هو عارف بأنه شرف عليه. علاش قال لك ما تجبدش الأسماء؟ علاش جبدت الأسماء؟ كنذكره بأن الخبير اللي شرف عليه سميتو فلان وحنا كنا تما، ما تعطوناش على الاقل النتائج ديال التقييم. وكيقول بانها منشوره ووزعت على الجميع. دابا هما كيقولوا حنا كنقولوا المغاربه يحكموا، اليوم الانترنت مفتوح على الجميع. اذا كل واحد يمكن له يقول اللي بغى. حنا الهدف ديالنا هو اننا نشتغلوا جميع، نشتغلوا جميع لحمايه هاد الاطفال. ملي كنجيو حنا كنقولوا بانه الوحدات، كاين واحد مجموعه ديال الوحدات في واحد الخمسه ولا سته المدن، الوحدات خصها تكون في المداشر. كنقولها ومازال كنقولها، الوحدات خصها تكون يعني متوفره في حتى ديك الدواوير الصغيره، لانه كيف يعقل انه تكون يعني وحده او تكون وزاره ديال التنميه والاسره والتضامن والطفوله في الرباط، واحد الطفل يعني كيتم الاعتداء عليه في اقول في نواحي تنغير او لا في الرشيديه او ارفود او حتى في محاميه الغزلان، كيفاش غادي يوصل هو للرباط هذا الطفل هذا؟ حنا بالنسبه لنا هذه الوزاره لها دور التنسيق ما بين الوزارات الاخرى وما بين المجتمع المدني. نحن مجتمع مدني. هل تلعب حاليا هذا الدور؟ ما كنشوفوش، ما كنشوفوش، وكنقولها قدام المغاربه كاملين، وكنتحمل مسؤوليتي كرئيسه منظمه ما تقيش ولدي. حنا اليوم غير في التحسيس